احنا شفنا نموذج حلو قوي في ايطاليا كده، الناس بتعزف في البلكونات وبتاع، لان الناس دايما بتحب الحياه، دايما الناس بتحب الحياه وبتدور على الونس والالفه. فامبارح كان في الحقيقه مجموعه من العازفين في منطقه الهرم تحديدا كانوا ابطال المشهد. يعني امبارح مجموعه حتى من الناس تواصلوا مع بعض عن طريق السوشيال ميديا وشيروا حاجات كده لطيفه قوي. كان في فيديو بيظهر بقى تفاعل اهالي منطقه الهرم تحديدا مع مجموعه من الناس اللي بتعزف اغنيه ديسباسيتو تحديدا في الساعات الاولى من بدء بقى تطبيق حظر التجول. فكان في عبد المنعم محمد نشر فيديو على صفحته الشخصيه وقال يحدث الان في شارع حسن محمد في الهرم.